سنة جديدة، موسم جديد، مواضيع جديدة، وحلقة جديدة. أم شكيب عم نصور. أخيراً في 2017 الغضب الساطع اللي حكت عنه فيروز إنه آتن أتى انفجر، والسبب أنا بحترم الحجاب لليوم، بس أنا شخصياً ماني حجري. هذا كل شيء بدي أقوله بهذا الفيديو. أو هاي أنا. يا باطل عليك يا باطل، هاي الحرية اللي بدك إياها؟ أنت قصدك تستفزينا، قصدك تستفزينا. أنت شو دخلك؟ شو دخلك ها؟ لا عجبكم اللي بتلبس ولا اللي بتشلح، شو ها؟ التهي بحالك. أنا عارف عنهم شعب حشري. من أهم أحداث 2017 إنه دونالد ترامب رح يصير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي. مش هون المشكلة، لا هي مشكلة بس حكينا عنها زمان وسنتكلم عنها لاحقا. اللي بدنا نحكي عنه هلأ هو أوباما، اللي كل شوي بيطلع فيديو بيبكي وبيودع. يلا أوباما ارحل، بتحكي على بشار الأسد؟ على الأقل بشار الأسد واضح وصريح وقال لن أرحل. انت هيك وسترحل، رحيلك أخذ أكثر من حكمك. بتحبها يا رومانسي، انت بتحبها. على ذمتهم الطيران الإسرائيلي قصف مواقع تابعة للنظام السوري. على ذمتنا الحليف الدائم والأوحد والأبدي روسيا لم تتدخل ولا كأنه صار شيء. لمزيد من التفاصيل معنا الدكتور لوجيكس. أهلا، زي ما احنا شايفين هون هاي إسرائيل وهاي سوريا، أيضا هاي إسرائيل وهاي سوريا. لما إسرائيل قررت تدمير سوريا عن طريق المؤامرات والمخططات، الدب الروسي تدخل، هيو الدب الروسي، ووقف في وجه هاي المؤامرات والمخططات. لكن لما إسرائيل دمرت سوريا بشكل مباشر بدون مؤامرات ومخططات، ما حد تدخل، لا دب روسي ولا سجاد إيراني ولا شاورما تركي، ما حد تدخل. هذا يدل على شيء، فيدل على ثلاثة أمور إحداهما صحيح. أولا إسرائيل غبية، هيها دونكي، ضيعت وقتها في المؤامرات والمخططات بينما كان بإمكانها تدمر سوريا مباشرة. اثنين، لا في مؤامرات ولا مخططات وهي مجرد خطة للبقاء. ثلاثة والأغلب هذه صحيحة، العرب مجانين. وفي رواية أخرى من هيك يا أم شكيب، تخيلي معاي إنه في عرب مبسوطين إنه إسرائيل قصفت سوريا. معهم حق، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. معهم حق، أنا الحق علي أساساً عم بساعدك. قطيعة ما أبيخة. جدل مصيري يحدث الآن في السعودية حول قضية مهمة جداً وحساسة جداً. هل السينما حلال ولا حرام؟ ما هي السينما؟ بعد البحث والتدقيق والقراءة اكتشفنا أنها قاعة كبيرة فيها شاشة زي الموجودة في البيت عندك، لكن أكبر، الكراسي أكتر وفي بوشار كتير، لكن ما زلنا في ضبابية في الموقف. فسألنا حالنا أسئلة أكثر عمقاً، يعني الشاشة لما نطلع ورا في إشي؟ لا، اكتشفنا ما في إشي، مجرد صورة. ما يحدث في الداخل حقيقي؟ لا، تمثيل. الدم هذا الأحمر، الدم حقيقي؟ هل عم نشوف ناس عم بتموت جد؟ اكتشفنا لا، كاتشب. خلاص حرام، والله حرام. حرام. يا ترى ما هو أنسب حل لسد العجز والمديونية؟ الجواب حتلاقوه في فيديو الأسبوع كما لم نعودكم دائما. في 800 مليون لازم بال 2017 أبو زيد نجيبهم إن شاء الله بنشلح الموت. إن شاء الله بنشلح الموت. أعتقد هون خلص الكلام. إن شاء الله بنشلح الموت. إن شاء الله بنشلح الموت.
بس عشان الحلال والحرام والمصداقية، صاحب هذا الكلام برر موقفه، وياريته ما برر موقفه. هناك المتربصين في هذا الوطن هم الذين دبلجوا هذا الشريط وذكروه. ألو عداء الوطن، هاي كيكرز، كيفكم؟ شخباركم؟ لا بس رن أحكي لكم هيك معلومة بسيطة، إنه خطتكم فشلت يا متربصين. كان معكم نيكولاس خوري، الصليت الإخباري، الموسم الثالث. لنا لقاء آخر. وإمشي كيف صاحبك البيت؟ أطيعه. أنت عندك حب ظهور على فكرة.